الفاضل، نجدد لكم التحية، وها هي انطلاقتنا هنا لشوطنا العشرين من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه. شوطنا العشرين والخاص بانطلاقة وتحديات هنا القعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل مع الإنتاج والمنتجين. نتابع صدارة، نتابع مخلاب المنطلق على صدارة وعلى المركز الأول لأحمد بن شاهين بن قلفان المزروعي. شعار الصقار ياتينا على الصدارة وعلى المقدمة. مرزام في المركز الثاني، عمير بن سيب بن معضد المشغوني، ويأتينا هناك شاهين. جعفر بن السيل بن مرخان لقتبي المتسلل على ثالث مراكزنا. والمركز الرابع، المركز الرابع، ويأتي هنا مشاكل علي بن راشد بن رويقدة لقتبي. والمركز الخامس هنا حفيد حمود بن علي بن حمود الكلباني من ينطلق على المركز الخامس وسادس مراكزنا. مولع عبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي، والوصول من نواب لحمد بن صالح بن طرشوم العامري. بينما ثامن مراكزنا المنطلق هناك شاهين راشد بن بطي بن محمد لغفل شعار المهندس. هنا ياتينا ثامنا المركز التاسع، هملول العبيد بن عتيق بن زيتون المهيري. وعلى المركز العاشر ياتي مسار لسعيد بن محمد بن مصلح الاحبابي من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. خلف العشرة أيضا أسامي تتواجد وشعارات، ولكن لنا عودة إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى شعار الصقار هنا المنطلق على صدارة هذا الشوط مع مخلاب أحمد بن شاهين بن خلفان المزروعي من يقدم على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني يأتي شاهين جعفر بن السهيل بن مرخان لقتبي من ينطلق على المركز الثاني. والمركز الثالث، المركز الثالث يأتينا مرزام عمير بن سيب بن معضد المشغوني من يقدم على المركز الثاني بهذه الانطلاقة. على المركز الثالث بين المركز الرابع ياتي حفيد حمود بن علي بن حمود الكلباني منطلقا على المركز الرابع. والمركز الخامس، المركز الخامس مشاكل علي بن راشد بن رويقدة لقتبي من ينطلق على المركز الخامس وسادس مراكزنا. شاهين راشد بن بطي هنا بن محمد لغفلي من ياتي بهذا الانطلاق سابع مراكزنا. والقادم من الجانب الآخر شعار ليديلي مع منبع علي بن حميد بن خميس ليديلي من يقدم منبع بهذه الانطلاقة. نايف مبارك بن حمد بن يعان الشاب سياتينا ثامنا. المركز التاسع وابل لحمد بن صالح بن طرشوم العامري على تاسع المراكز. والمركز العاشر ياتي مولع العبد الله بن علي بن محمد بن حميدان الفلاسي على المركز العاشر. هذه هي النتيجة. والمتسلل أشقر شقران عبيد بن حروس بن ذبان العامري. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة. ثاني ندى للمراكز العشرة الأولى. نقترب من 2 كيلومترات وصدارة هذا الشوط، ولا زال مخلاب على الصدارة. مخلاب على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. أحمد بن شاهين بن قلفان المزروعي وشاهين على المركز الثاني. شاهين جعفر بن السيل بن مرقان لجتبي من يأتينا على المركز الثاني. والمركز الثالث حفيد حمود بن علي بن حمود الكلباني من يقدمه. المركز الرابع ياتي منبع علي بن حميد بن خميس من ياتينا على المركز الرابع. والمركز الخامس نايف مبارك بن حمد بن يعان الشامسي هنا المنطلق على المركز الخامس. شقران القادم، شقران القادم بهذه الانطلاقة هنا وتحديات عبيد بن حلوس بن ذبان العامري القادم مع شقران. هنا سادسا المركز السابع ياتينا الذيب عزان بن سعيد علي اليحافي قادم ايضا. بن حمد بن يطبع العامري
الانطلاقة بن رويقدة مع مشاكل علي بن راشد بن رويقدة. هناك المنطلق تاسعا والمركز العاشر مسار سعيد بن محمد بن مصلح الحبابي يأتينا عاشرا. هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى. نعود مشاهدينا الكرام إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول صدارة هذا الشوط. وحفيت مع الكيلومتر الأخير، حفيت حمود بن علي بن حمود الكلباني، وشقران شقران شقران عبيد بن حلوس بن ذيبان العامري على المركز الثاني والمركز الثالث. المركز الثالث والمنافس مبهر، مبارك بن سهيل بن حمد بن يطلع العامري، وصل بن ثعلوب ما يبنى الاطاري مجاوز يتجاوز بهذه الانطلوقه لسالم بن ثعلوب سالم الدرعي على المركز الثالث. والقادم هنا الزعيم 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 وصل وهالي الظفرة مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي من يقدم بهذه الانطلاقة وهذا الأدو. الله الله الله، ولكن حفيد على الصدارة، حفيد على المقدمة على المركز الأول، يسيطر على زمام الأمور. حمود بن علي بن حمود الكلباني المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول وصدارة هذا الشوط. سلام سلام لهالي حفيت على هذا الأداء المميز الجميل مع حفيت حمود بن علي بن حمود الكلباني المنطلق بالصدارة وبالمقدمة وبالمركز الأول هنا منفردا بصدارة هذا الشوط وبهذا الانطلاق المميز الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز ولحظة وصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز ومعلن الناموس. تهانينا ولحظة الوصول إلى خط النهاية. وصل هنا الزعيم للدكتور رايد بن حمد بن زفنة لعفاري وأتانا على المركز الثالث. هناك مشاهدينا الكرام هنا أيضا بن حفيظ مع حفيد أو أتانا هناك لمكتوم بن حفيظ المزروعي من أتى على المركز الثالث ورابع المراكز مع هناك مجاوز سالم الثعلوب بسالم الدرعي. وسبع دقائق 42 ثانية جزء واحد التوقيت الزمني الذي قدم حفيد حمود بن علي بن حمود الكلباني. تهانينا له ناموس. بينما المركز الثاني أتانا الزعيم هنا وفاجأنا في الأمتار الأخيرة للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري قاطعا المسافة في فترة زمنية مقدارها 7 دقائق 44 ثانية وجزئين من أو جزء واحد من الثانية. أما المركز الثالث فكان من نصيب مشاهدينا الكرام الزعيم من حل لمكتوم بن راهب بن حفيظ المزروعي ب7 دقائق 44 ثانية 5 من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا للجميع.